السلام عليكم. ورمضان هو شهر العبادة، ماشي شهر التسلية، شهر الذكر وشهر القربات وشهر الأنوار، هو طاقة تتأهلك، هي شهر بطارية تتخليك أنك تشحن باش يمكن لك تعيش سائر الأيام وانت مع الله. فبالتالي بالله عليك يعني ما في هذا رمضان مش لا القناة الأولى ولا القناة الثانية، بالكل الصدى ديالو بأنه كاين هناك تفاهة، هناك يعني برامج غير مستوى نهائيا، هذا اللي يمكن نقول. فبالتالي ما تبعتش عن كتب لا على الأولى ولا على الثانية، هذا هو اللي كاين. حيث بعض الإفطار تنقصد مباشرة المسجد للتراويح وتنعاود ندخل وتنأهل يعني النفس ديالي الفجر، وهذا هو اللي كاين. اللهم تعالى يعود علينا هذا الشهر بالمغفرة وبالغفران وبالقربات، وان شاء الله بالخير على كل بلاد ان شاء الله. بالنسبة للتلفازة ما كنتفرجش فيها انا في رمضان نهائيا، نقول لك اللي كاين هو هذا. انا بالنسبة لي رمضان كان نتفرغ للعباده ديال الاله سبحانه وتعالى، ما مسلسلات تخرج رمضان عاوتاني ورمضان ديال راه كاين 11 شهر اخرى ان شاء الله راه ما تفرج. وبالنسبه لكل واحد واش كيعجبو، كاينين مسلسلات دينيه، كاين مسلسلات اللي كيعجبو الناس اخرين، وكل واحد وشنو تيعجبو، كل واحد فاش كيرتاح. هذا هو الكلام ديالي انا اللي غنقول لك وصافي، هادشي اللي كاين. التقييم ديالي هي انه كاين برامج زوينين وكاين برامج اللي كما كنقولوا شبه زوينين ولا شي لعيبه بحال ما هكاك. وكاينه بالنسبه للكاميرا خفيه كتكون كما قلت له قبيله، كي هو هي اللي خصها يديرها للراجل، كيدير شي كاميرا خفيه للبنت، ما هي كتخلع بزاف نورمال، والبنت كتخلع اكثر من الراجل، البنت كتخلع اكثر من الراجل، بمعنى ما خصهاش هي يديروا لها هذيك تلك الخلعه اللي هي لا تخلع منها بزاف، ماشي في المستوى. حيت رمضان هذا ما خصهمش يديروا انهم المسلسلات، وخصهم يديروا شي اعمال دينيه، شي برامج دينيه، حيت عطى الله الشهره فين يديروا هاد المسلسلات من غير رمضان، شي اعمال دي شي برامج دينيه بحال ما هكاك، شي مسابقه ديال القران، شي حاجه بحال هكاك. الاعمال الرمضانيه ديال هذا العام شي حاجه لا علاقه كتا باش ليا، ما كتجينيك شي عادي، ما كيضحك ما والو، باسل كون دخلت انا لداخل كون ضحكش هذاك الشيء احسن منه. لا الاعمال اللي قبل احسن من الاعمال ديال هذا العام. الاعمال اللي قبل كان كبور، ديك السلسله ديال كبور كان دات الشهره وكذا، هذه وكانت معاه الشعيبيه، كبور ماشي في المستوى هذا العام. والسلسله ديال البوي ديال سعيد الناصري حتى هو والو، ما قال والو هذا العام، هذا كيحشي شويه الهضره للحكومه كذا، هذه في اطار واش يضحك ولا يجي يحشي الهضره للحكومه كذا، هذه يعني ما كاينش موضوع، ما كاينش موضوع في التمثيل. المستوى ديالو معجبني زوين، ولكن بينه وبين كاينين واخا كاينين بعض السلسلات شي فيهم ما يعجب ما تيعجبوش، بحال شندير بي سي 5 انا واش نتفرج ديك السلسله ديال ولاد الدرب وديال سلامات ابو البنات، وكنتفرج السلسله عاوتاني ديال كاميرا خفيه مشيتي فيها زنقه السعاده، تنتفرج هذاك ديال الاخر ديال المكشوب واللي كيبدا في الرباط. لا الاعوام اللي فاتت مزيانه على هذا العام، الاعوام اللي فاتت احسن من ديال هذا العام. ذاك العام داروا الماضي لا يموت، وداروا سلسلة زوينين في المستوى.